قال فصل. الله. وأما إكرام الداخل بالقيام، الآن الحديث عن القيام للآخرين، وهذا الآن أحبابي مبحث هام جدا. ما هو الحكم، حكم القيام إذا كنا جالسين فدخل أستاذنا، ما حكم قيامنا له؟ كنا جالسين، دخل أبونا، دخلت أمنا، دخل صديقنا، دخل أخونا الكبير، أختنا الكبير، خالتي، عمتي، رجل غريب دخل وكنت قاعدا، ما حكم قيامي له؟ هل هو بدعة ضلالة؟ هل هو حرام؟ أم هو سنة ومستحب؟ سيفصل الشيخ لنا الآن حكم القيام، حكم القيام. قالوا أما إكرام الداخل بالقيام، انظر ماذا سماه إكرام، فأنت تقوم للداخل ليه؟ بنية إكرامه وبنية تبجيله وبنية احترامه وتعظيمه، لا بنية فاسدة، بنية صالحة. فالذي نختاره أنه مستحب وليس مكروها ولا بدعة ولا حراما، أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم، إذا كان عالما دخل، أو صلاح أو شرف، له منزلة في قومه، وجيه مثلا من الوجهاء، أو ولاية مصحوبة بصيانة. ولاية مصحوبة بصيانة، إيش الولاية هنا؟ ليس الولاية يعني مراد بها أن يكون من أولياء الله، لا، ولاية يعني صاحب منصب في الدولة، يكون محافظ مثلا، يكون وزير، يكون شيء مسؤول رفيع في الدولة، يسن لك أن تقوم له، ولكن بشرط أن يكون صينا. إيش يعني صينا؟ يعني منضبطا بالكتاب والسنة، ملتزما أحكام الحلال والحرام. فإذا لم يكن هذا الوالي أو الوزير أو المحافظ أو الأمير ملتزما بالأمر مجتنبا للنهي، لم يكن كذلك، لا يجوز القيام له، لا يجوز القيام له إلا بحال واحدة، إن خشيت على نفسك، إن لم أقم له يلحقني ضرر، ربما يسجنني، ربما يؤذيني، ربما 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 كثرت هذه الربمات، ماذا أفعل؟ أقول ليه؟ حفاظا على كي لا أقع في هذا الضرر. طبعا هذا إذا لم يكن ممن يقتدى به، أما إذا كان ممن يقتدى به ويشار إليه بالبنان والناس كلهم يسيرون خلفه، فلا ينبغي أن يقوم له، لا ينبغي أن يقوم له، إلا كذلك إن ترتب على عدم قيامه مفسدة أكبر من مصلحة عدم القيام، فهذا يقدره العالم بنفسه، هو يقدر هذا الأمر. قال أو له ولادة، كأن يكون أباك أو أمك أو جدك أو جدتك، أو له ولادة أو رحم مع مسن، خالتك مثلا، عمتك، خالك ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءا، جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته. والكتاب اسمه الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام، وأنا أنصح باقتنائه. هو كتيب صغير، كنت قد اقتنيته، لا والله لم أقتنيه، أحد أشياخي سألته يومها، أذكر تماما، كنت في السنة الأولى في معهد الفتح الإسلامي أذكر، أو السنة الثانية، سألته عن حكم القيام، فأجابني بكلمتين أو ثلاث، وقال لي تعال لزيارتي في البيت. ذهبت لزيارته فأخرج عدة نسخ وأعطاني نسخة من هذا الكتاب، فهو كتاب نافع، كتيب نافع ومفيد. قال وذكرت فيه ما خالفها، يعني الأقوال المخالفة، وأوضحت الجواب عنه،
فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هنا ينبغي أحبابي أن ننبه على أمر هام جدا، وهو وقد نص الفقهاء على ذلك، وهو أنه يحرم على الداخل، يحرم على الداخل محبة القيام له على وجه المفاخرة. أنا دخلت إلى مجلس، يحرم علي أن أحب في قلبي، أن أختار في قلبي، أن أشتهي في قلبي أن يقوم لي الناس إظهارا لفضلي عليهم. هذا الذي في قلبي هذا حرام، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والحديث عند أبي داود والترمذي وأحمد. طيب لما؟ قال: لأن هذا الحب، لأن حبي لأن يقوم الناس لي لإظهار فضلي عليهم ناشئ عن تعظيم الإنسان لنفسه، وناشئ عن اعتقاده الكمال في نفسه، وناشئ عن أمر خطير، وهو أنه يرى نفسه فوق الجميع، لذلك يجب عليهم أن يقوموا له، لذلك كان مصيره أن يتبوأ مقعده من النار، أن يتبوأ مقعده من النار. طبعا أحبابي هذا الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم سعد بن معاذ قال: قوموا لسيدكم، قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. قال: لا يعارضه. ليه؟ قال: لأن معاذا رضي الله تعالى عنه، معاذ إنعام، لم يحب ذلك، معاذ لم يحب ذلك القيام، والوعيد إنما هو لمن أحب ذلك القيام. حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أظن في هذه الرسالة التي ذكرتها، قال الإمام النووي رحمه الله، قال: من لو أحب إنسان القيام، أحب إنسان أن يقام، أن يقوم الناس له، قال: أثم سواء قام له الناس أو لم يقوموا. بمجرد ما وقع في قلبك حب أن يقوم الناس لك إجلالا واحتراما فأنت آثم، يجب أنت مريض، أنت عليل، أنت سقيم، يجب عليك أن تطهر قلبك من هذا الوصف الذميم الذي يحجبك عن الله تبارك وتعالى، وهو لأنك ترى نفسك فوق الناس، ترى نفسك فوق الناس. والله يا أحبابي أذكر مرة من المرات، ولعلي ذكرت هذا الكلام سابقا، كنا الكلام هذا حصل أظن بالـ85 بالـ86، كنا نحضر درسا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي غفر الله له، وكان يحضر درسه بدون مبالغة مولانا أكثر من 5 أو 6 أو 7 آلاف إنسان، وكان المسجد كبير جدا، ومن عادة الشيخ أن يأتي للدرس قبل يعني قبل المغرب، يصلي المغرب ويفعل الدرس. يومها لعله حصل معه ظرف طارئ فتأخر الشيخ، والمسجد كان ممتلئا ولا تجد فيه مكانا لأن تضع فيه قدمك، ممتلئ تماما، مكتظ بالحضور. نعم. فدخل الشيخ، فلما دخل الشيخ الناس انتبهوا له فقاموا كلهم له، كلهم. فهنا الشيخ وقف وطأطأ رأسه وأقسم عليهم أن يقعدوا جميعا، وأنه لن يدخل حتى يقعدوا جميعا، ووقف 2 أو 3 دقائق ثم دخل هكذا حتى وصل إلى مجلسه. فسأله بعض خواصه، سأله وهو الذي أخبر بذلك، قال: والله إني خشيت من الله عز وجل أني لو مشيت والناس قيام لي، خشيت على نفسي، خشيت أن أتعرض إلى غضب الله تبارك وتعالى. وهكذا أحبابي شأن المؤمن أن يكون دائما المراقبة لله عز وجل في أفعاله،
دائما المراقبة لله تبارك وتعالى.